خروج. اخر حالتين كورونا من مستشفى الاقصر العام. المستشفى احنا بدينا عمل فيها من يوم 4/6 او 5/6 الماضي، دخلنا لحد دلوقتي 410 حاله. تمام الحمد لله، تمام الحمد لله، تم الشفاء. واخر حالتين خرجوا النهارده الحمد لله، ومن النهارده ان شاء الله هنبتدي نعقم المستشفى وعشان نشتغل المستشفى عام مره ثاني، ونستقبل اهلنا من جميع محافظه الاقصر في كل الاقسام المختلفه بعد التعقيم ان شاء الله، طبقا لنظام التامين الصحي الشامل اللي كان لجنه من الوزاره برئاسه الاستاذ الدكتور احمد السكري مساعد الوزير والمسؤول الاول عن الرعايه الصحيه في مصر كان عندنا في الاسبوع الماضي، واللجنه مستمره حتى الان في تطوير المنشات الصحيه بالمحافظه، وان شاء الله هنبدا في التامين الصحي اللي هيخدم كل مواطني محافظه الاقصر خدمه مجانيه تامه لكل فئات المجتمع في محافظه الاقصر. خروج اخر حالتين من مصابي كورونا اللي كانوا محجوزين عندنا في المستشفى. المستشفى بدات العزل الصحي في 4/6 الماضي، 4 يونيو الماضي. تمام، واحنا النهارده ان شاء الله بنحتفل بخروج اخر حالتين. احنا دخلنا في الفتره، في فتره الشهرين دول دخلنا 410 حاله، تم شفاهم جميعا الحمد لله وخرجوا من المستشفى. قمنا في خلال فتره الحجر الصحي بعمل العمليات الجراحيه المختلفه لمصابي كورونا، عمليات عظام وعمليات جراحه عامه وعمليات النساء والتوليد، منها 10 قيصريات و14 حاله ما بين عظام وجراحه عامه، والحمد لله جميعا خرجوا بسلامه الله وخرجوا حالات تحسن خروج شفاء. احنا النهارده هنبدا ان شاء الله التعقيم للمستشفى عشان نرجع نشتغل مستشفى عام لخدمه اهلنا بمحافظه الاقصر، تمام، في جميع التخصصات. وان شاء الله المستشفى هتتعقم النهارده وبكره، وبعد كده هنبتدي عمل ونشتغل في كل الاقسام المختلفه طبقا لنظام التامين الصحي الشامل اللي كان في الاسبوع الماضي قبل العيد مباشره. كان لجنه من وزاره الصحه بقياده الاستاذ الدكتور احمد السكي مساعد الوزير. المستشفى هتبدا عمليه التعقيم الشامل لجميع اقسام المستشفى عشان نبدا الشغل ان شاء الله بنظام التامين الصحي الشامل لخدمه اهلنا بمحافظه الاقصر في من جميع المحافظه. للاسبوع اللي فات ما قبل العيد كان عندنا لجنه من الوزاره بقياده الاستاذ الدكتور احمد السكي مساعد الوزير والمسؤول الاول عن الرعايه الصحيه بالتامين الصحي، كان عندنا لرفع كفاءه جميع المنشات الصحيه بالمحافظة من وحدات صحية ومراكز طبية ومستشفيات، والحمد لله تم، وفي إنجاز تم على أرض الواقع، فرش المستشفيات وتجهيز المستشفيات والوحدات بأحدث الأجهزة واستكمال جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ونشكرهم على هذا المجهود الضخم اللي تم من قبل لجنة الوزارة. وإن شاء الله نعود قريبا معاكم لخدمة أهلنا واستقبال جميع المرضى. تمام، هنبدا بعيادات خارجيه وهنبدا بالقسم الطوارئ وهنستقبل طوارئ المحافظه كلها ان شاء الله، وفي من الكفاءات ما يؤدي هذا العمل داخل المستشفى ان شاء الله. ونامل ان شاء الله في مستقبل افضل بالنسبه للصحه في محافظه الاقصر. حافظ الله مصر وحافظ الله قيادات مصر وشعبها من كل سوء. مع حضراتكم الدكتور احمد خليل مدير العزل بمستشفى الاقصر العام، لا يعتبر اخر فرقه واخر جروب واخر جروب اشتغل عزل في مستشفى الاقصر العام. احنا ابتدينا الشغل من يوم 18/6، النهارده بنحتفل بصفر اصابات الحمد لله، لنا 4 ايام ما سجلناش اي حالات دخول، والنهارده طلعنا اخر حالتين خروج تعافي وشفاء، منهم حاله 84 سنه كانت عينه غسيل كلوي دخلت في فشل حاد في عظام في الكلى، والحمد لله تم التعامل معاها وعملنا لها جلسات غسيل كلوي، والحمد لله النهارده اتحسنت وخرجت اخر حاله النهارده من العنايه المركزه. احنا كنا اشتغلنا قبل كده في المدينه الشبابيه بالطوط، والحمد لله كنت انا مدير العزل، واحنا قفلنا المدينه الشبابيه بالطوط وسجلنا 0 اصابات، والنهارده برضه بنحتفل في مستشفى الاقصر العام بان احنا بنسجل 0 اصابات للمره الثانيه الحمد لله.